السلام عليكم حياكم الله متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان بكم في هذه التغطية المباشرة وفي هذا البث الحي من مخيم من الخليل حيث تجري في هذه اللحظات وقائع تشييع جثمان التي ارتقت صباح هذا اليوم عند مدخل مخيم العروب إلى الشمال من مدينة الخليل. طبعا قوات الاحتلال كانت أطلقت الرصاص بشكل مباشر باتجاه الشهيدة وراسنا حيث كانت في طريقها إلى عملها حيث تعمل في إحدى الإذاعات المحلية في مدينة الخليل عند مدخل مخيم العروب إلى الشمال من المدينة. جندي احتلالي أطلق رصاصة مباشرة على صدرها، هذا الأمر أدى إلى ارتقائها شهيدة في المكان. قوات الاحتلال حاولت احتجاز جثمان الشهيدة الصحفي غفران وراسنا إلا أن الشبان تمكنوا، وبعد يعني فترة من ارتقائها شهيدة تمكنوا من السحب وأخذ الجثمان. نقل الجثمان إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل طبعا، وهنالك أيضا جرى مراسم تشييع جثمان الشهيدة. نتحدث بعد ذلك أيضا عن انتقال الجثمان من المستشفى الأهلي في مدينة الخليل إلى مخيم العروب شمال المدينة. قوات الاحتلال كانت أغلقت مدخل مخيم العروب بشكل كامل وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت بالتزامن مع مرور موكب الشهيدة عند مدخل مخيم العروب، وهذا الحقيقة يعيد الذاكرة فينا إلى الوراء وكأن الأمس يكرر ما جرى اليوم. نتحدث عن مشهد مشابه ومماثل لما جرى في الاعتداء على موكب الشهيدة شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس. حتى بعد ارتقائها شهيدة قوات الاحتلال اعتدت على الجثمان وعلى مسيرة التشييع. اليوم نحن أمام أيضا شهيدة صحفية جديدة أيضا. الاحتلال اعتدى على موكب التشييع ما أن دخل مخيم العروب إلى الشمال من المدينة. عند مدخل المخيم بالتحديد قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت وأطلقت أيضا الرصاص المطاطي باتجاه المشاركين في تشييع جثمان الشهيدة وراسنا. واعتدى الاحتلال كما ذكرنا على موكب التشييع، وكما أسلفت المشهد مشابه لما جرى مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس. طبعا الموكب وصل إلى مسقط رأس الشهيدة وإلى منزل عائلتها بالتحديد. هنالك أيضا جرت مراسم وداع للشهيدة وراسنا، ومن ثم نقلت إلى المسجد في مخيم العروب صلي على جثمانها صلاة الجنازة، وهي الآن في طريقها. نحن ننتظر يعني وصول موكب التشييع، أقل من 5 دقائق يصل الموكب موكب التشييع إلى هنا حيث نحن نقف في المقبرة التي سيتم تشييع جثمان الشهيدة وراسنا فيها. إذا ما أردت أن أتحدث قليلا عن الشهيدة الصحفية غفران وراسنا. غفران هي خريجة تخصص الصحافة والإعلام من جامعة الخليل في العام 2014، تبلغ من العمر حوالي 27 أو 28 عام. هي عملت في أكثر من إذاعة محلية في مدينة الخليل، وكما علمنا من أهلها أيضا هي كانت تجهز أيضا للبدء بدراسة الماجستير، وهي اليوم هذا اليوم الثاني أو الثالث لها في عملها الجديد في إذاعة دريم وهي إحدى الإذاعات المحلية في مدينة الخليل. وصباح هذا اليوم هي كانت في طريقها إلى عملها في الإذاعة، لكن رصاصة جندي احتلالي حالت دون وصول غفران إلى مكان عملها، وهذه الرصاصة أدت إلى ارتقائها شهيدة على المكان. طبعا غفران أيضا ربما
عايشناها عن قرب أكثر. أنا شخصيا أتحدث يعني غفران من الطالبات عندما كانت تدرس تخصص الصحافة والإعلام، كنا نعمل موظفين في جامعة الخليل آنذاك، وغفران من الطالبات اللواتي تدربنا على تخصص الصحافة والإعلام عندما كنا موظفين في جامعة الخليل، نعمل أيضا في الإذاعة التابعة للجامعة. ما عهدناه وما عرفناه عن الشهيدة الصحفية غفران وراسنا أنها مثابرة ونشيطة، وكان لديها الشغف الكبير والحب الكبير لتخصص الصحافة والإعلام، وكانت مصرة دائما على أن تبدع في تقاريرها وفي كل الأعمال الصحفية التي كانت تعملها خلال طبعا دراسة الجامعة. طبعا غفران هذا الشغف الكبير، هذا الحب الكبير لتخصص الصحافة والإعلام دفعها أيضا إلى أن يعني يكبر هذا الحلم لديها، وكما ذكرنا هي كانت بصدد الحقيقة أن تبدأ في دراسة الماجستير في هذا التخصص، لكنها ارتقت شهيدة. صباح هذا اليوم عبر كاميرا جيميديا أيضا كنا وثقنا مواجهات عنيفة اندلعت عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل، المواجهات وصفت بالعنيفة، خلالها قوات الاحتلال أطلقت أيضا قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، وأطلقت الرصاص باتجاه الشبان المنتفضين عند مدخل مخيم العروب. على إثر هذه المواجهات أغلقت قوات الاحتلال مدخل المخيم، وكما أسلفت في هذه الرسالة عندما وصل موكب الشهيدة كان مدخل المخيم مغلقا بالكامل وبالبوابة الحديدية، واعتدى الاحتلال على موكب التشييع من خلال إطلاق قنابل الغاز وقنابل الصوت. طبعا مخيم العروب نتحدث عن هذه البقعة الجغرافية التي تقع إلى الشمال من مدينة الخليل، ومدخل المخيم بالتحديد هنالك نقطة عسكرية مقامة لجيش الاحتلال عند مدخل المخيم. عادة ما يشهد مدخل المخيم مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال، هذه تعتبر أحد أبرز أهم نقاط التماس التي يشتبك فيها قوات الاحتلال مع الشبان الفلسطينيون الذين يعني يواجهون آلية الاحتلال وترسانته العسكرية الكبيرة بصدر عار كما تعلمون، وبالتالي هي منطقة تعتبر منطقة حساسة تندلع فيها المواجهات بشكل كبير. غفران وراسنا أيضا ليست هي الشهيدة الأولى في مخيم العروب، هذا المخيم الذي قدم أيضا على مدار تاريخ القضية الوطنية الفلسطينية، ومؤخرة منذ العام 2016 حتى تاريخ هذا اليوم قدم المخيم أكثر من 5 إلى 6 شهداء، يعني أو يزيد العدد بكثير. طبعا ناهيكم يعني عن عدد الإصابات الكبير، يعني المخيم عادة أبناء المخيم وأشبال المخيم وشبان المخيم يشتبكون بشكل دائم مع الاحتلال عند مدخل مخيم العروب، وبالتالي نحن نتحدث عن عدد كبير من الإصابات، آخرها كان الطفل جوابرة الذي أصيب قبل أيام عند مدخل مخيم العروب إلى الشمال من مدينة الخليل، ونقل على إثر ذلك إلى مشفى بجال الحكومي في مدينة بيت لحم. وبالتالي نحن نتحدث عن عدد إصابات مرتفع وكبير في صفوف شبان المخيم، لأنها حالة اشتباك دائمة مستمرة ومتواصلة. كما نتحدث أيضا عن حالات اعتقال لا تكاد تمر ليلة إلا ويقتحم فيها الاحتلال مخيم العروب ويعتقل من يعتقل من الشبان الفلسطينيين، سواء أسرى محررين أو حتى نشطاء، أكثر من 100 معتقل حتى هذه اللحظة داخل سجون الاحتلال من مخيم العروب في شمال الخليل. إذا نتحدث عن حالة نضالية مستمرة ومتواصلة، نتحدث عن عدد من الشهداء، نتحدث عن عدد مرتفع من الإصابات، نتحدث كذلك أيضا عن كما أسلفت أكثر من 100 معتقلين داخل سجون الاحتلال في مخيم العروب. يصل موكب التشييع في هذه اللحظات، إن كان بإمكان زميلنا المصور أن يعني يستدير قليلا بالكاميرا ليوفق طبعا هذه الصورة التي تصل، وموكب تشييع جثمان الشهيدة الذي وصل في هذه اللحظات. فيها طبعا أشير إلى أن هنالك تواجد لمسلحين وملثمين مقاومين فلسطينيين في موكب تشييع
نعم الشهيدة طبعا كما تظهر أو كما يظهر في هذه الصورة في هذه اللحظات، هؤلاء مقاومون فلسطينيون ومسلحون أيضا يصلون ويشاركون في هذه اللحظات في موكب تشييع جثمان الشهيدة غفران وراسنا. إذن الموكب في طريقه أو في طريق الوصول إلى المقبرة لحظات، ويصل هذا الموكب، موكب تشييع الشهيدة غفران وراسنا الشهيدة الصحفية. طب الآن يعني يسعدني في هذه اللحظات في انتظار وصول جثمان الشهيدة أن أرحب بالناشط والصحفي علاء الطيطي من مخيم العروب، يحدثنا أكثر عن استهداف المخيم بشكل دائم. أستاذ علاء مرحبا بك، يعني المخيم في دائرة استهداف، المخيم في حالة اشتباك مستمرة ومتواصلة، ما الذي يجري في العروب؟ يعني تحديدا مخيم العروب، بعد تحية لك ولجميع المشاهدين، نتحدث عن المخيم في دائرة الاستهداف الأولى للاحتلال من مخابرات الاحتلال، الشباك، جنود الاحتلال. نتحدث عن نقطة عسكرية دائمة موجودة على مدخل المخيم الرئيس والبرج العسكري، إضافة إلى الحواجز العسكرية المتواصلة على المدخل الآخر للمخيم حيث ارتقت الشهيدة غفران وراسنا. في ذات المكان وبالتحديد نفس النقطة ارتقى قرابة 5 شهداء خلال الأعوام الماضية مكان ارتقاء الشهيدة غفران وراسنا. نتحدث العام الماضي وبالتحديد في 17/5 من العام الماضي ارتقى الشهيد عبيدة جوابرة وهو يلقي زجاجة حارقة على جنود الاحتلال في أكاد أجزم في نفس المتر المربع الذي ارتقت فيه غفران وراسنا. أيضا نتحدث عن الشهيد عمر ماضي قبل عدة أعوام، أيضا ارتقى الشهيد إبراهيم الغروز في ذات المكان، والشهيد شقيقه هو الشهيد مصطفى الغروز، مصطفى برطعية والشهيد إبراهيم برطعية. يعني نتحدث عن 5 شهداء في ذات الاحتلال يستهدف المخيم بشكل كبير من حيث الاعتقالات، أكثر من 100 معتقل، عشرات الجرحى خلال الفترة الأخيرة، أيضا استهداف متواصل لمنازل وبيوت الآمنين وخاصة في المنطقة المحيطة بالشارع الالتفافي. ونتحدث أن الاحتلال حاول الهروب من مخيم العروب وأنشأ طريقا التفافيا آخرا يبعد قليلا عن المخيم ودائرة الاستهداف للمستوطنين. حالة الاشتباك مع الاحتلال بالزجاجات الحارقة بالحجارة شبه ليلية في مخيم العروب، أيضا بشكل متواصل قنابل الغاز على منازل المواطنين، الرصاص المطاطي، قنابل الصوت، وخاصة في المناطق المتاخمة للشارع الالتفافي والبرج العسكري على المخيم. أستاذ علاء، ما جرى مع الشهيدة وراسنا هذا الصباح هو يندرج في إطار مسلسل الاستهداف المستمر والمتواصل لمخيم العروب، وأطلاق النار على الناس بهذا الشكل بهذه الطريقة واعتداء سافر على البشر. يعني لو تحدثنا أن الشهيدة غفران وراسنا كانت تحمل سكينا، كان على جنود الاحتلال أن يصيبها بطريقة أخرى في منطقة القدم، في منطقة اليد، ولا تكون الرصاصة موجهة إلى الصدر، مع أن الاحتلال يعني وبنت وحكومة الاحتلال أجازت لجنود الاحتلال خلال الفترة الأخيرة الماضية بأن يطلقوا الرصاص بهدف القتل، وهذه يعني إجازة لكل جندي من جنود الاحتلال أن يطلق الرصاص، والآن هم يتفننون بالقتل. ما جرى مع الشهيدة وراسنا هو عملية إعدام بدم بارد وإعدام سافر للشهيدة وراسنا، وهذا يعني يندرج في إطار مسلسل الجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال والجرائم المتواصلة لجنوده المتواجدين على مداخل القرى والبلدات والمخيمات في الضفة المحتلة. نعم، رسالة المخيم اليوم أستاذ علاء، يعني وأنتم تشيعون يعني الشهيدة وراسنا وهي صحفية بالمناسبة تمارس العمل الصحفي منذ فترة، وهي كانت في طريقها للعمل في إحدى الإذاعات في مدينة الخليل. يعني رسالة الصحفية وراسنا هي رسالة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلي، هي رسالة الصحفيين الذين ارتقوا على
مداد حرية الرأي والتعبير على حرية الكلمة. أيضا هي رسالة ابنة العروب، شيوخ العروب ومخيم العروب، هي يعني بلد واحدة ومخيم واحد، وما يجري في شيوخ العروب يجري في المخيم، لكن نقول أن على مداد الشهداء الذين قدمهم المخيم بأكثر من 40 شهيدا، وخلال الفترة الماضية أكثر من 20 شهيدا في الفترة الماضية القليلة، نتحدث عن أن الرسالة واحدة، هي رسالة الحرية، رسالة الانعتاق من الاحتلال، وهي العودة الحتمية والمصيرية. أيضا الشهداء يبحثون دائما وأبدا عن المجد في أعالي السماء، والأهالي يبحثون عن الحرية، ويعني الكلمة الأخيرة أن الاحتلال إلى زوال. شكرا جزيلا لك الناشط والصحفي الأستاذ علاء الطيطي، أشكرك على كل هذه التفاصيل. إذن يصل جثمان الشهيدة في هذه اللحظات، ونترك الصورة تتحدث، نترك الصورة تتحدث، على الأكتاف تحمل الشهيدة غفران وراسنا، وتصل في هذه اللحظات إلى المقبرة. إذن على الأكتاف محمولة الشهيدة غفران وراسنا، يصل جثمانها الطاهر في هذه اللحظات إلى هذه المقبرة وسط هتافات الشبان الذين ينادون بالثأر لدمها. على الأكتاف مرفوعة وبالعلم الفلسطيني كفنت الشهيدة الصحفية غفران وراسنا، التي ارتقت صباح هذا اليوم بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليها بشكل مباشر عند مدخل مخيم العروب إلى الشمال من مدينة الخليل. تتم في هذه اللحظات إجراءات الدفن وسط تكبيرات وهتافات الشبان الفلسطينيين الذين شاركوا في تشييعهم. Thank you.